foi, il a reçu le nom de Jésus. La circoncision, la fête de la circoncision de notre Seigneur Jésus. شو يعني الختان؟ شو يعني الختان؟ ليش كانوا يعملوا هالسيركونسيزيون هيدي ايام ابراهيم؟ هيدي بترجع لايام ابراهيم. شو معناتها الختان؟ ليش بنعيد العيد؟ اخواتي، الله عمل عهد مع شعبه ايام ابراهيم وقال له لابراهيم انا اعمل عهد معك رائع، une alliance divine éternelle، عهد ابدي. بقلب هالعهد رح حط فيه الوعد، la promesse، الوعد بالخلاص، la promesse du salut. وقال له لابراهيم ما تخاف، انا معك، انا الهك وانت اله، انت شعبي وانا رح كون عم قودك نحو الخلاص، ما تعطى الهم. رح يتجسد الوعد الحقيقي اللي رح بيحقق هالخلاص يلي هو المسيح الرب. من ايام ابراهيم ناطر الشعب هالعهد تيتحقق وهالوعد تيتجسد. وعلامة انه هالشعب ينمي لله ملتزم بهالعهد، الله قال له بدك تعمل الختانة. كل ولد بيولد من بعد 8 أيام بيعمل الختانة، بيعملوا له سيركونسيزيون. سيتي ان ريتويل لحديت هلا اليهود، بعد 8 أيام من ولادة الصبي بيعملوا الختانة وبيعطوه اسم. ومهم جدا هذا العمل عند اليهود، عند شعوبنا الشرقية خاصة مهم جدا هذا العمل، إنه أعطي اسم بعد 8 أيام. وأنتوا بتعرفوا إنه الأسامي اللي عند اليهود والأراميين قديما مش حيلا أسامي تيتو طرطوتي مدري إيش هن، هلا الأسامي اللي عم بيسموا الأولاد مدري إيش، أسامي بلا طعمة بلا معنى. لا، كانوا يعطوا أسامي إلا معنى. يسوع، شو يعني يسوع؟ شو يعني؟ الله معنا. الله معنا، من وين جبتي بيها هيدا؟ هيدا عمانوئيل، إيه؟ عمانوئيل عمان، إيل إيل، الله عمان معنا. يسوع الله، إي يي يشوع، يي الله، شوع يخلص. الله يخلص، Dieu qui sauve. Jésus، c'est une traduction en français qui n'est pas. Pour comprendre le nom Jésus, on doit retourner à l'étymologie originelle. C'est Yeshua. Pour cela, Anna, je suis en guerre contre toute traduction des mots, des noms arabes, des noms hébraïques ou bien des noms araméens. En arabe, on a en français, on fait la traduction Yohanna Jean, Chou Jean. Jean, c'est. C'est un nom qui n'a pas de sens. C'est Yohanna en arabe. En arabe, mais aussi en araméen, en hébreu. Yohanna, Allah, yatahanna. R-Issa, bi'amouli à Jean. Yohanna, Jean, n'aïde n'aïde. Mazbouta. Mamnou' en tarjé min asémi la l'asémi. On gagir bil isem. Ma bien tarjé bil isem. Fadi, ma bien tarjé. L'asémi, ikhouté, m'himmi. عند الشعوب الله، عند شعب الله القديم، اعطاء اسم يعني اعطاء هويه، هويه الولد، هويه ودوره بتاريخ الخلاص. يسوع الله يخلص، دوره انه يخلص. زكريا الله يتذكر شعبه. اليصابات الله يقسم، الله يعد وينفذ وعده. مهم هالاسامي. يوسف، يوسف الله يزيد، يزيد. همي اخوتي، بهالختانة هيدي اللي عاشها المسيح يسوع الطفل،
أعطاه الملاك اسمه يوسف يسوع. أعطاه الملاك اسم يسوع الله يخلص. بمجرد هالاسم إخوتي ما أخذوا يسوع خلصت العهد القديم، خلص دور الختانة، لأنه تجسد الوعد، تجسد الخلاص. خلص بشو استبدلوا الختانة من بعد المسيح؟ بشو استبدلت هيدا الختانة؟ بشو استبدلوا؟ بالمعمودية. خلص العهد القديم، الالتزام بعهد الله القديم بإرسال المخلص خلص، تحقق مع المسيح. هلأ من بالمعمودية صفى التزام بعهد جديد، عهد الرب يسوع، عهد الحب، عهد الرحمة، عهد الملكوت، عهد أبناء الله، عهد الآب. رائع جدا أخوتي، مع يسوع صار في التزام جديد. أنا بلتزم باسم يسوع، بالمعمودية تعمدت باسم يسوع، باسم الله يخلص، وصرت مثل يسوع. أنا صرت صورة يسوع بالبشرية. هيدي أروع شيء أخوتي نفكر فيها. صرت مثل يسوع، التزمت بمشروع يسوع. هيدي المهم أخوتي، مع سمي يسوع وأنا سميت باسم يسوع، التزمت بمشروع يسوع. سيت ان انجاجمون profond et éternel dans le projet de Dieu, dans le projet de Jésus, Dieu qui sauve. C'est un engagement profond. بهيدا المشروع العظيم اخوتي مهم. كل واحد عنده دور، كل واحد اسمه مذكور باسم يسوع بهالجسد يسوع السري، كل واحد اسمه موجود فيه. وهلأ ببداية هالسنة 2017 كل واحد بده يفكر شو مشروعي مع يسوع. كل الشرك بهالايام هيدي شو بتعمل؟ بتعمل البيلان، بتشوف لي بوان فاب، هيدي بيعملها سوات اناليزيس، هيدي في ميثود بوان فاب بوان فور، شو عندنا اوبورتونيتي، شو عندنا قصص وحكايات، وبيعملوا مشروع مبني على المال، على المال بربح اكثر، لازم انه سنتج اربح اكثر وزيد زبوناتي واخسر اقل، وشوف وين في شويت هون وهون سكرهم تربح اكثر. هيك الشركات كثير منيح، مش عم اقول لا روعه، بس نحن كمسيحيين معمدين باسم يسوع، ملتزمين باسم يسوع. شو مشروعي معه؟ عم بعمل مشروع قداسي. بتعرفوا مش كيف يعملوا مشروع قداسي؟ هم جدا. هلا بدي اعمل انا وياكم مشروع، كل واحد ممنوع يفل من هون الا ما يكون في مشروع قداسه براسه. ما فيش هيدي، الموضوع ممنوع. اخواتي شو يعني بروجي دو سانتوتي؟ كيسو سافيدي؟ سي ان بروجي كي سو باس سور لا بينيتانس، سور ليكزامان دو لا كونسيانس. اكزامان دو كونسيانس مهم، يفحص ضمير الانسان. كل واحد منا اليوم يفحص ضميره. انا هلا اذا بفحص ضميري وخوري بكل شيء بيطلع لي شيء 1500 خطيه على الماشي، هاو هيك يعني على الماشي. انتوا اكيد اقل بتخطش مثلي، يعني اكثر واحد فيكم بيخطئ، بس على القليله عندي ليستا ب 1500 خطيه. طيب يا خيي 1500 خطيه ما فيني اتخلص منهم كلهم، على القليله بلش بوحده. قول بهالسنه 2017 بدي طير وحده منهم، بصفوا سنه الجي 2499، وريحه خفت شوي الوضع. روعه. بجي بنقي خطية كثير بتزعجني وبتزعج أهلي بالبيت ومرتي وزوجي وولادي وبيدي وأمي واتسترا والعالم الحوالي، عم بزعج، عم بكون مزعج بهالخطية، عم تزعجني كثير. هيدي بدي حطها إرجانس، وبقول يا خيي أنا مثلا بعطيكم مثل، مثل من عندي، أنتوا أحسن مني بكثير. مثلا بعصب كثير، قال له واحد بيحكيني بكسر بطبش بعيط بسرقه ما بخليش يطلع، والواحد بينزل ولا قد بلحظه من اللحظات بكسر كل العالم. لك يا خيي يا حبيبي يا فادي يا حبيبي، خلصنا بدي اخلص من هالموضوع يا خيي، عم تتجرس. وهو واحد بخمن انه صار اذا هيك يسب ويكسر مش يا فاصل ابدا يعني، وهو اضعف من الضعفاء يلي بيصرخ وبعيط، او ده هيدا بيكون اكثر واحد ضعيف بالحياه.
لا يا فادي، ما بدي الصورة تكون ضعيفة بالبشرية، بدي عيش سلام، بدي يكون عندي قوة ضبط ذاتي وأعصابي وأعرف أحكي الكلمة المناسبة. يسوع على الصليب عم ينصلب. سلام سلام رائع جدا يا يسوع. بيجي بقول هالسنة 2017 هيدي هي الفكرة، بدي أعيش سلام أنا ومرتي وزوجي وولادي وشغلي وكل الدنيا. خلص يا خيي بدي أعيش سلام، صوتي رائع، بدي هيك عيش هيك، افهم هالناس، دير دينتي اسمع أكثر قبل ما لساني زق، كون دينتي أسرع من لساني والصمت أسرع من الكلام. هيدا مشروع رائع يا رب، أنا بحطه بين إيديك، أنا ضعيف ما بقدر طبقه، بس أنت بنعمتك بتطبق. بدي ضل حاطط هالمشروع 2017 براسي كل السنة، حطه قدام قلبي يسوع وبقلبي يسوع تأخلص من هالموضوع. يا أخي مثلا مشروع تاني يا خيي، كذب ليلة نهار عالطالع وعالنازل، كذبة طالعة كذبة طالعة نازلة، بالتنكي مثلا بيقولوا السيارة بالتنكي بتعمل كذا كيلومتر، هو بالساعة بيعمل كذا كذبة بالساعة. لك يا خيي، لك يا حبيبي، وتلوفك من هون من هون. لك يا خيي يا خيي، خلي هال 2017 تعلمك تكون صادق، واجد ما تخاف، واجد الحقيقة أنت بتضعف وكلنا بنضعف وكلنا خاطيين، واجد. معلش إذا كنت عندك ضعف خليك أقوى، ما تكذب، الكذب كذاب هو الضعيف. المرد إنما الصادق، بس قلك أنا غلطت يا حبيبي، أنا بقلك حبيبي أنا غلطت معك، عملت هيدي غلطة، شو بدك تعمل فيي عمول؟ بس ما فيني كذب عليك. أي ساعتها الإنسان اللي بشي يحترمني، بس ساعتها تكذب عليه بيكتشف من ورا بعد ساعتين تلاتة هيدا عم يكذب علي، بيلبطني بيقول لي روح لعني. مهمي يفكر مشروع سنة 2017 مشروع الصدق والمواجهة الصادقة، وخدوا قد ما بدك. وضعف الجسد، مليون شغلة بهالجسد الضعيف بيخدني جسدي هون للشهوات هون وهون. مشروع 2017 مشروع الطهارة، بدكن ياه في مشاريع كتير. إذا بتريدوا اليوم ممنوع حدا يطلع، بدي اكبسكم راسكم بالقربان، هيدا الراس يلي فيه مشاريع القداسة تبعنا، بدي اكبسه بالقربان. فكل مشروع بتاخدوه هلا بتفكروا فيه بيجي عبيتكم هلا بالقربان، تخ بالحق بقوة القربان. كل مشروع 2017 مشروع واحد بس، لو حتى صغير بس رائع بزبطك بنجحك. هيدا النجاح الحقيقي بالحياة اخوتي، هيدا النجاح سيب يطلع واحد درجة صوب القداسة طلوع، مش يحب مصاري، مصاري بجيبته كتير منيح. كمان في مشروع مهم كمان، هاول الناس اللي جمعوا مصاري بيصرفوهم على ملذاتهم، ما بيفكروا انه في محتاج فقير بده يعمل عمل رحمة مع الفقراء. كمان مشروع 2017 يا ربي بعرف عم تعطيني كثير مصاري وعم بدكم بهالقصبة وعم تصرفون على حالي وعلى اولادي وشاريع وفاكونس هون وهون وهون، بس هالفقراء ما عندهم وجود بحياتي، ما عم ياخذوا ابتي سنتيم دو ما بوش. مش حلوة مشروع 2017 مشروع رحمة، بدي اعطي ان سارتان بورسنتاج دو مون كان للفقراء. خدوا قديش بدكم، ما بقى طول كتير، هيدا هو العيد. بس قول تكون سنة خير وبركة وصحة، وأكتر شيء قديس إيه؟ هيدا هي أكتر شيء قديس، مش بوناني مثل جويو نوال. إيه بوناني، إيه مرسي، شو بوناني؟ شو يعني؟ شو زدنا على المعيدة؟ شو عطيت زيادة للآخر؟ شو عطيت؟ قلت لي بوناني، إيه مرسي حبيبي. وبعدين شو يعني بوناني؟ بس اقول لك يا حبيبي بتمنى لك لإلك ولعيلتك سنة مباركة مليانة بالصحة والبركة والقداسة، ترتفع بالقداسة بالنعمة. شو هيك؟ هيدي بتعمل عجائب، هي صلاة. التمني يصبح رجاء وصلاة عجائبية بقلوب الناس. بوناني، ميرسي، باريمون، باريمون، بوناني. خلصنا.
إذا بتريدوا خلي معاياتكم تكون مليانة نعمة بركة وقداسة، خاصة مع الناس اللي ما بتآمن. ياي بتلخبطولن راسهم، فتخافوا منهم، هم ناطرينكم تقولولن الحق والحقيقة، ناطرين جوعانين تيسمعوا كلمة الله، جوعانين. تقول له بوناني بوناني شو يعني؟ الله يبارككم اخوتي، ما بقى بدي طول، وان شاء الله تكون سنة 2017 سنة تحققوا فيها كل مشاريعكم الرائعة بالعيلة بالشغل، وتكونوا ناجحين بكل شيء، خاصة وأكثر شيء تكونوا ناجحين بمشروع القداسة. آمين. نؤمن بإله واحد.